إذن متتبعين الأوفياء متتبعي شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تطوان، بالضبط أقدم سوق في المدينة هو سوق ترانكات، حيث كتواجد معنا بائع ديال الدجاج اللي غادي تحدثنا في هذا البث المباشر على عدة أسباب، منها الغلاء والارتفاع الجديد ديال أسعار الدجاج، وشنو السبب وراء هذا الارتفاع. يعني كنشاهدوا يعني 3 أسابيع متتالية كيكونوا هناك واحد الارتفاع، هاد الشخص غيوضح لنا الأسباب كاملة ديال هاد الارتفاع والسبب ديالو، وكذلك واحد النوع ديال الدجاج اللي مبقاش عليه طلب وتوحي مبقى كيقدر يوصل ليه من بعد ما اللي هو الدجاج الكروازي اللي كنعرفوه، يعني كان هو البديل ديال الدجاج بلدي. فمن بعد ما كان الدجاج بلدي كيعرف واحد الارتفاع، كذلك الآن حتى الدجاج الكروازي كيعرف واحد الارتفاع ومبقاش عليه طلب، وكان نمشيو معاه في هذا البث المباشر نعرفوا بزاف ديال الاسباب يعني اللي خلات الدجاج يرتفع، والقدره الشرائيه ديال المواطن، وكيفاش كيتعامل هو مع المواطن، وشحال الهامش ديال الربح ديالهم يعني مادام هاد الزياده كاين. فتفضل معنا. السلام عليكم، معكم مصطفى الشيخي بائع الدجاج بالطرنكات، مرحبا بكم. كنبغي نشكروا القناه الالكترونيه شوف تي في اللي كتتيح لنا الفرصه اننا نعبروا على الراي ديالنا ونعطيو بعض المعطيات. فيما يخص الدجاج الان في ارتفاع، اثمنه ديالو في ارتفاع، اسباب ديالو كثيره وكثيره بزاف. بالنسبه للمربين كيتشكوا بان الاعلاف غاليه. بالنسبه نبداو بالدجاج الرومي، بالنسبه للدجاج الرومي دابا حاليا كيعرف واحد الارتفاع في الاثمنه ديالو، كنا كنبيعوه في الايام العاديه في حال هذا الوقت هذا 16 درهم 17 درهم، حنا كناخذوه الان 17 درهم ونص، حنا كناخذوه يعني كنبيعوه 20 21 درهم. هذا الارتفاع هذا رجع لنا اننا ما نبقاوش ننزلوا السلعه بزاف، اكثريه المحلات ما بقاوش كينزلوا السلعه بزاف، كينزلوا غير السلعه قليله لان ما كاينش الاقبال على الدجاج، الدجاج في ارتفاع ما كاينش الاقبال عليه. بالنسبه للدجاج الرومي، بالنسبه للدجاج الكروازي فهو حتى هو عرف الارتفاع. بالنسبه للمحلات كنا كيبيعوا 20 درهم، دابا حاليا وصل 30 درهم، يعني 10 دراهم زاد في الدجاج الكروازيه. حتى الدجاج البلدي حتى هو غلى. بالنسبه للاثمنه حاليا، بالنسبه للاثمنه، بالنسبه للاثمنه حاليا المواطن كيتشكى من ارتفاع الاثمنه هذه. كيسالونا علاش الاثمنه كتغلى، غالي الدجاج غالي، اسباب ديالو، اسباب ديالو مطروحه بكثره في الشارع، علاش الدجاج بقى غالي في هذه المده هذه الطويله. هذه اسباب كثيره، من بعد نرجعوا لنا ان شاء الله. بعض الناس غالطين كيقول لك بان السبب ديال ارتفاع الدجاج هو رجع الغلاء ديال الدجاج، بالنسبه هذا عامل من العوامل، بالنسبه للغلاء ديال البنزين عامل من العوامل، ولكن ماشي العامل اللي عنده واحد التاثير على هذا الغلاء هذا. بالنسبه للبنزين كيقولوا بان مثلا اللي كيوصلوا السلعه بالشاحنات وهذا كيوصلوا باثمنه، دابا كيزيدوا شويه في الثمن لان البنزين غالي، الثمن ديالو بالنسبه للشاحنات اللي كيوصلوا السلعه. هذا عامل، ولكن العوامل الاخرى اللي داخله في علاش الدجاج غلى، عوامل اخرى ماشي البنزين بوحديته، البنزين عامل من العوامل. بالنسبه لارتفاع الاثمنه الدجاج، احنا كبائعين كنعرفوا بان اي بيع وشراء كيكون فيه العرض والطلب، لان الان كاين الطلب وما كاينش العرض، العرض ما كاينش، بزاف المربين وقفوا ما بقاوش كيبيعوا، مابقاوش كيربيو الدجاج لان اثمن الاعلاف غلات، المواد الاوليه باش كيربيو الدجاج غلاو، مابقاوش كيقدروا يسيروا هذا الارتفاع هذا. بالنسبه للمربين حنا كيكون عندنا بعض الدردشه معهم، كيقولوا لنا لان حنا ما نقدروش نربيو الدجاج بهذه الاثمنه هذه، لان كيطلع لهم السومه ديالهم لان باش يربي الدجاج كيطلع له واحد الثمن عالي، مثلا دابا حنا كناخذوها ب 17 درهم، هو الكوري كنقبلوه ب 17 درهم. الدجاج العلف غالي، المواد ديالو غاليه، الفلوس غالي، الله احسن لعب. كيقول لك لان ما قدرش يربي، بزاف الكوريز دابا كاينين في المغرب ما وقفوا ما بقاش كيربوا. هذه من الاسباب، اسباب اللي جعلت بان الدجاج يغلى ما كايناش. هو يعني بالنسبه
بالنسبه للكروازي بحالو بحال الرومي لانه تابع الرومي. بالنسبه للمربين حتى هما عاود كيتشكاو لان هذاك النوع ديال الفلوس الكروازي زادوا في الثمن ديالو، الاعلاف ديالو حتى هي زادت. بزاف ديال المحلات كانوا كياخذوا كيجيبوا الدجاج كروازي كياخذوا كي المواطن كياخذوا بواحد الثمن دائما ناقص، لان معروف الكروازي كياخذوا بثمن ناقص، كيقولوا الدجاج كروازي رخيص. الان لا، حتى هو غالي، الثمن ديالو بين 30 درهم و 25 درهم. بالنسبه للمواطن اللي كياخذوا كان كياخذوا ب 20 درهم 15 درهم، معروف الكروازي الثمن ديالو ناقص ان غالي. بزاف ديال الكوريس عاود هما وقفوا، المربين ما بقاوش كيربيو هذا النوع ديال الدجاج هذا. انا قلت لك العوامل اللي كانت تربط بين الرومي والكروازي بحال بحال الاعلاف، وبالنسبه اللي قلت انت بالنسبه للمازوت، وبالنسبه حتى للفلوس، هذا حتى الفلوس غالي. كنشوف يعني بزاف ديال المحلات خاصه ديال البيع كيفاش كتعاملوا انتم مع المواطن اللي كيجي كيقول لكم يعني علاش هذا الغلاء بزاف، انتم شحال الثمن اللي كتاخذوا به وشحال الهامش ديال الربح دابا عندنا؟ ماشي مشكل. بالنسبه لهامش ديال الربح دائما، بالنسبه حنا كنا كناخذوا مثلا الدجاج كيبقى لنا واحد الهامش ديال الربح قليل، يعني ما كانت ناخذ الدجاج دابا ب 17 درهم ونص كنبيعوا 2000 فرانك ولا 2021 درهم ولا 20 درهم، كيبقى ديك الهامش الربح ضعيف. كنضطروا حنايا دابا حاليا ملي كيجي المواطن او الزبون كيقول لك بان الدجاج لا حسن لا غالي، وحنا كنعرفوا المواعيد المغربيه ما كتخلاش على على الدجاج، لا في ايام عاديه في الاسبوع ولا في المناسبات. المناسبات كيعرفوا بان الدجاج كيديو هذا الدجاج كيعملوا به المناسبات كثيرا ملي كيكونوا شي مناسبات عائليه، وهذيك هذا السؤال اللي كيتطرح، لان دابا مثلا ملي كيجي الزبون عندك ولا شي حاجه كيقول لك انا ناخذ من عندك الدجاج ولكن غالي. بالنسبه للتكلفه ديالو الماديه كيقول لك ضرب الحساب مثلا عاد ناخذ واحد الكميه ديال الدجاج، كيقول لك ما نقدرش هذا الشيء هذا، لانك عارف دابا القدرة الشرائية للمواطن معروفة في المغرب كامل دابا، حالة اقتصادية معروفة بأن القدرة الشرائية ضعيفة شوية. الله أحسن له، حنا كنبداو نطرحوا هذا الشيء هذا على المواطن، نشرحوا له ونقولوا له بأن هاشني واقع لأن الدجاج غالي في الموطع ديالو ماشي حنا اللي كنغليو. بالنسبة كما قلت لك الهامش ديال الربح ضعيف كينقل قل شوية على العادي اللي كنا كناخذ. الهامش ديال الربح كنشوف هذا بزاف يعني ديال البائعين الظاهره دي كاينه. شكرا على هذا السؤال هذا. بالنسبه كاين بزاف ديال المحلات، اكثريه المحلات اللي في اسواق شعبيه غلقوا المحلات ديالهم لان ما كيبيعوش، ما بقاش الاقبال على الدجاج. الدجاج ب 21 20 درهم كنا كنبيعوه حنايا في الفتره اللي كانت معروفه، فتره شهر 8 شهر 8 كيكونوا الافراح وكيكونوا الجاليه كاينه وكيكون الرواج كيكون الحركه كاينه. هذيك الساعه كيتزاد الثمن الدجاج، كان ديك الساعه كدوز ديك الفتره عاود كيطيح الثمن ديالو. دابا لا، دابا بقى الثمن هذا لمده طويله. الناس كيجيو كيقولنا بان كيقولنا الدجاج غالي، يعني علاش غيبقى هيدا غالي؟ المحلات التجاريه اللي قلت انت بقاو كيستناو، لان يقدر مثلا اثمنه يطيح ما طاحتش. كاين اللي وقف المحل ديالو الله يحسن العون، عليه الكرا، عليه الفواتير ديال الموطا، عليه عنده مصاريف اليوميه ديالو الله يحسن العون، كيقدر يبدل. كاين اللي كيبدل المشروع ما كيبقاش. بالنسبه لنا حنايا حنا كيتطرح نفس المشكل بالنسبه لنا حنايا، البيع ما بقاش كما كان. انتم من جيتوا لعندنا هنا انتم شي حاجه جالسين هنا كان عند السجون ما كاينش اللي كيدخل يلصق على الدجاج، لان معروفه الناس ما عندهم هذه الفكره هذه بان الدجاج غالي ما يقدروش عليه الله يحسن له. كنطرحوا هذه الفكره هذه حتى حنا كتجينا البال ديالنا بان نقدروا نبدلوا مع المده ان شاء الله، مع المستقبل نبدل يكون عندنا واحد البديل ان شاء الله، نبدلوا هذه الحرفه هذه واخا اللي جوزنا فيها سنين طويله، ولكن اللي عطى الله هو هذا نقدروا نبدلوا ان شاء الله مع المده. واش كتواصلوا يعني مع البائعين؟ هذا السؤال مهم. بالنسبه حنايا الاثمنه ديالنا باش كناخذوها اثمنه يوميا، عندنا واحد الجروب عندنا في الواتساب ولا في
فهذا كنتواصلوا معهم على الثمن يوميا، يعني اثمنه يوميا. كي بعض الناس كيجيو عندنا كيسقسونا على الثمن السيمانه اللي ما جا ولا غدا ولا بعده، ما نقدروش نعطيهم الاثمنه لان محدده، لان كل مره السوق كيطلع يهود. المربين عندهم الجمعيات ديالهم كيشوفوا الاثمنه في المغرب كامل، تكي واحد الثمن كيخرجوا واحد الثمن في السوق. حنا كنبقاو ننتظروا ديك الاثمنه هذيك، كنتظروها في كيجي واحد الوقت كنشوفوها الثمن واش طايح ولا ما يقدرش. حتى هو المربي ما يقدرش يطرح عليك يقول لك بان يمكن الثمن يطلع الثمن يهود. سمعنا بان في هذا الشهر هذا يمكن كاينه السلعه تكون موجوده يقدر يطيح الثمن شويه، يقل يطيح الثمن شويه على الثمن المعتاد. هذه غير تخمينات وصافي. سمعنا لان السلعه دابا وجدت فعند في المربين، عندهم المربين الكبارين في المغرب وجدت لهم السلعه دابا يقدر الثمن يطيح. بالنسبه للاعلاف، بالنسبه للاعلاف غاليه، اعلاف الدجاج هذا كيجيو اكثريه كيجيو من خارج المغرب. وبالنسبه للتساقطات المطريه حتى هي عاود عامل، لان كتعرفوا لان المغرب تبارك الحمد لله عرف واحد الجفاف هذه الاونه الاخيره، ما كاينش الحبوب، لان هاد الاعلاف هادو كيستخدموا فيهم الحبوب اكثريه الحبوب، مثلا الزرع ومثلا الشعير والتركيه كيقولوا الذرة، هذه المواد كتدخل في التكوين في هاد العلف هذا. بالنسبه للتساقطات المطريه حتى هي عامل مسبب، لان مثلا حنا كنا حنايا منتجين، الان حنا كنستوردوا هاد المواد هذه، الاستيراد كتعرف كيكون اثمنه زايده، وكتعرف الاسواق الدوليه دابا كل شيء كيحتاج هاد المواد هذه، هذه حتى هي عامل من العوامل. يعني رساله الرساله اللي كنقدر نوجهها، انا نوجهها للمواطنين، خصهم يعرفوا بان الاثمنه الدجاج ماشي حنا اللي كنزيدوا فيها، هذه في السوق زايد في المغرب كامل، وعوامل اللي طرحناها يقدروا يتفاهموا هذا الشيء هذا منا الزبناء ديالنا ولا المواطنين. بالنسبه للرساله للمسؤولين، المسؤولين انهم خصهم يتفاهموا هذه الوضعيه هذه، ويعملوا ما امكن انهم يعملوا اجتماعات مع المربين ومع الجمعيات اللي مكلفين بهذا القطاع هذا، انهم يقدروا ينقصوا الاثمنه ضد الدجاج او الاعلاف مرتبطه باثمنه الدجاج، لان الا مشاو نقصوا الاثمنه الاعلاف يقدروا الدجاج يطيح شويه. بالنسبه هذه الرساله للوم، وبالنسبه لهذا القطاع هذا رساله للمسؤولين انهم لانه قطاع غير مهيكل، كنطلبوا المسؤولين انهم ينظروا لهذا الملف هذا، انهم يبقاش القطاع غير مهيكل تهيكل، لانه كيشكل كيدخل واحد المداخل كبيره للدوله، وكيشغل واحد اليد العامله بزاف في المغرب كامل. وشكرا جزيلا. انتم يعني كبائعين هنا في مدينة تيكوان، واش كتشوفوا الاصدقاء ديالكم يعني كيضروا كيغلقوا يعني المحل ديالهم، واش ما كتفكروش تعدلوا شي جمعيه يعني كل بائع يعني يتعاون مع البائعين في المستقبل ان شاء الله بحول الله قدروا مثلا انا نعملوا هاد اللي قلتي لي، مثلا نعملوا جمعيه او نعملوا واحد تشاركوا جميع اننا باش نخفوا العبء على هاد المحلات ولا هاد، لانهم هما كيعيلوا اوصال الله يحسن العون. قدروا مثلا هذه نطرحوها، احنا في جمعيه هنا في الطرنكات، عندنا جمعيه في الطرنكات هنايا، ولكن فيما يخص هذا الموضوع هذا قدروا مثلا على الصعيد تطوان مجمل المحلات نقدروا نطرحوا هذه الفكره، هذه نعملوا واحد التكافل ما بيناتنا، وقدروا ديك الساعه يمكن نخفوا العبء على هاد اصحاب المحلات هادو في هاد الظروف هذه اللي كنعيشوها حنايا. بالنسبه انا قلت لك كما قلت لك انا كاين تخمينات انه السوق يقدر يهود شويه الاثمنه ديالو في هذا الشهر هذا، يقولوا بان يمكن في هذا الشهر اخر هذا الشهر هذا ولا شهر 12 يمكن الاثمنه ديالو الدجاج عاد طيح شويه. فكنبشروا ان المواطنين ولا الزبناء يقدروا مثلا في هذا الشهر هذا يقدر يطيح الثمن، ويقدروا ديك الساعه يكون واحد الاقبال على الدجاج ان شاء الله.
إذا المتابعين كما سمعت معنا كان حوار شيق مع هذا السيد الشيخي اللي بائع قديم يعني في سوق طرنقات وبائع قديم ديال الدجاج، فوضحنا عدة أمور والأسباب اللي كتجعل بأن الدجاج إعراف يعني واحد ارتفاع في الأسعار. يعني السبب الأول والرئيسي رجع للأعلاف، فطرح يعني تا حلول يعني يمكن الدولة تدعم يعني أصحاب اللي كيربيو الدجاج وتخفض لهم ثمن الأعلاف، يقدر ديك الساعة يعني الدجاج يعرف انخفاض. وشكرا على المتابعة ديالكم، بقاو معنا في مباشرة آخر إن شاء الله.